أنتقل إلى اتصال هاتفي آخر مع دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى أرحب بك. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. دكتور مصطفى، نتحدث هنا عن يعني ارتفاع في التبادل التجاري بين الدولتين مصر والكويت واستثمارات كويتية تقدر ب 25% تقريبا من حجم الاستثمارات العربية للكويت في مصر. كيف تقرأ التعاون بين الدولتين على المستوى الاقتصادي وأهمية هذه الزيارة في هذا الإطار؟ اسمحي لي اولا بنرحب طبعا بسمو الامير الكويت الشيخ مشعل الصباح، وطبعا شقيق يعني واخ فاضل للدوله المصريه. حجم الاستثمارات زي ما حضرتك تفضلتي فعلا هي بتمثل المركز الثالث للاستثمار العربي، وتعتبر دوله الكويت هي المركز الرابع دوليا في استثمارها للدوله المصريه. بيقدر حجم الاستثمار ب 19 مليار دولار تقريبا. حجم التبادل التجاري هو اللي فعلا في دراسات لكثير من يعني تقويته وزيادة أكثر من ذلك، بيمثل حوالي 450 مليون دولار، رقم قليل نسبيا. ولكن القيادتين السيد الرئيس وطبعا السمو الأمير بيبحثوا دائما عبر القنوات الرسمية كيفية زيادة التعاون وزيادة التباحث. نعم. لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وزيادة التنمية الاقتصادية ما بين الدولتين يا فندم. ما هي أبرز القطاعات التي يمكن استغلالها لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟ كثير من الاستثمارات والشراكات بتقوم بها دولة الكويت داخل الاقتصاد المصري، أبرزها وأشهرها طبعا يوجد العديد من الودائع الكويتية داخل الجهاز المصرفي في البنك المركزي. كثير من الاستثمارات موجودة في العديد من الشركات، وطبعا الاستثمارات الأجنبية الكويتية المباشرة سواء في قطاع البنوك أو قطاع السياحة أو قطاع الفنادق والقطاع العقاري. أيضا في كثير من أنواع الاستثمارات الغير مباشرة في استثماراتهم في العديد من سوق المال. تصوري خلال تواجد سمو الأمير سوف يكون في فرصة كبيرة أكثر للاطلاع على الأوضاع الاقتصادية المصرية. التباحث في الوقت الراهن حوالين العديد من القضايا الاقتصادية العالمية هتكون محل ملف دراسة ما بين فخامة الرئيس وبين سمو الأمير. كيف يمكن زيادة الصادرات المصرية وحجمها، الصادرات المقدمة إلى دولة الكويت، في إطار الطفرة التي حدثت مؤخرا في العلاقات المصرية الكويتية على مدار سنوات قليلة فائتة؟ خلينا نقول مع تحسن الأوضاع الاقتصادية المصرية وزيادة القدرة الاقتصادية المصرية بزيادة في الإنتاجية وتحسين قدرتنا الاقتصادية في الصادرات، أعتقد أن السوق الكويتي بيرحب دائما بزيادة الصادرات المصرية، ومرحب بيه كثيرا بكثير من السلع والخامات الموجودة من السوق المصرية التي تدخل للسوق الكويتي. وأيضا مصر دايما بتطلع الجانب الكويتي على حجم الاستثمارات الموجودة أو يمكن كيفية استغلالها دخول الصادرات المصرية والبضائع المصرية للسوق الكويتي. نعم. وطبعا هذا الأمر بيكون نافذة على كثير من مجلس التعاون الخليجي اللي هو بيكون نافذة أيضا لتوسع في حجم الصادرات ما بين الدول وما بين بعضها. نعم، يعني فيما يتعلق بهذه النقطة، كيف يمكن لمصر أن تدعم علاقتها مع دول مجلس التعاون الخليجي ومنها بالطبع الكويت في الفترة المقبلة، بالتأكيد فيما يتعلق بالشق الاقتصادي؟ خلينا نقول الحمد لله منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو دائما يرسخ لكثير من الامور مع مجلس التعاون الخليجي، وده كلمه دائما مشهوره، مسافه السكه. انت مسافه السكه تبحث لي كثير من الامور لزياده التبادل التجاري، لزياده يعني القدره الاقتصاديه وايضا القدره العسكريه لاشقائنا في مجلس التعاون العسكري، مجلس التعاون الخليجي. وده دائما ما بيربط ما بين علاقات اخويه وثيقه والتاريخ حافل في ممتد ما بين مصر وما بين مجلس التعاون الخليجي. ونبحث دايما ان يكون في قدرات للدوله المصريه لزياده الاستثمارات الخليجيه داخل مصر، وايضا زياده دخول الصادرات المصريه لمجلس التعاون الخليجي. وكل ده النهارده بنشوفه. كان بالامس يمكن دوله رئيس الوزراء موجود في السعوديه في المؤتمر الاقتصادي الكبير اللي كان حاضره أكثر من 1000 رئيس ومستثمر ورجل اعمال ومتخذين قرار.
ده بيدل على الترابط الأخوي ما بين مصر ومجلس التعاون الخليجي. دائما ما بنشوف ان في زيارات متبادلة ما بين مصر وما بين الدول، ده بيحقق تنمية للمصالح المشتركة ما بين مصر ومجلس التعاون الخليجي. دكتور مصطفى، ما الذي تتوقعه من هذه الزيارة وهذه القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ مشعل الأحمد الجابر فيما يتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية، ربما مذكرات تفاهم وتعاون من المتوقع أن يتم التوقيع عليها خلال هذه القمة أو خلال هذه الزيارة؟ خلينا نقول ان شاء الله الزياره دي بتحمل العديد من دراسه، يعني العديد من القضايا الاقتصاديه والقضايا السياسيه، سواء على راسها غزه او توحيد المواقف يعني ضد الاحتلال الاسرائيلي، سواء بقى في زياده التعاون الاقتصادي والثقافي، ويعني المجالات عده يقوم بدراستها وتوقيع ان شاء الله الاتفاقيات ما بين سمو الامير والسيد الرئيس او ما بين الدولتين. ده بيخلق يعني لشراكة استراتيجية أكتر، بيزود حجم التنمية داخل الدولتين، بنشوف إن في خطوات عملية بترسخ لزيادة الاستثمارات من الكويت داخل مصر، خاصة الحمد لله إن أصبح في استقرار في الأوضاع الاقتصادية يوم بعد يوم في الدولة المصرية. ده بيحقق قيمة مضافة للتعاون الثنائي ما بين الدولتين. ما ننساش إن في كثير من الأمور الاقتصادية دايما مصر بتطرحها على أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي وفي الكويت، أعتقد سمو الأمير هيكون موفق في رحلته إن شاء الله، زيارة طيبة بالنسبة لي، يعني تحظى برعاية مصرية لزيادة التنسيق في حوالين العديد من الاستثمارات الكويتية في مصر. نعم دكتور مصطفى، من وجهة نظرك يعني ما هي المجالات التي تحتاج إليها الآن مصر كي يعني تقدم فيها الكويت دعما اقتصاديا، تزيد من استثماراتها في هذه المجالات في التوقيت الراهن؟ خليني أقول لحضرتك، طبعا مصر بتطرح رؤية اقتصادية مطروحة على كثير من الدول العالم بالزيادة الاستثمارات اللي هي بالأخص المباشرة وثقة الملكية، اللي زي يكون في دخول شراكات استراتيجية ممكن تطرح على أشقائنا في الكويت لاستغلالها زيادة الاستثمار في شركات عدة، منها الطاقة، منها البنية التحتية، سواء في العديد من الاستثمارات في مجال يعني القطاع المصرفي والبنوك. كل ده النهاردة فرص أمام المستثمر الكويتي، أعتقد كمان ممكن تكون تحقق له قيمة مضافة إن شاء الله في دخوله لمصر في ظل الأوضاع الاقتصادية والوقت الراهن. أعتقد بيحتاج لكثير من دراسة الاستثمارات اللي تنتقيها مصر مع أشقائنا في الكويت. دكتور مصطفى، كما نعلم أن هذه الزيارة تأتي في وقت تمر به منطقة الشرق الأوسط بأزمات عدة، كيف يمكن استغلال مثل هذه الزيارات في ربما التوصل أو التأكيد على رؤى مشتركة بين الدولتين والجانبين فيما يتعلق بالقضايا العربية تحديدا؟ هو طبعا كثير من الاستثمارات وكثير من القضايا بتطرح على سمو الأمير والسيادة الرئيس، أعتقد ممكن تحقق وقوف على أرضية صلبة لاتخاذ القرار والمواقف. وطبعا ده هيكون إن شاء الله في خلال الحديث اللي ممكن يظهر خلال ساعات قادمة ما بين فخامة الرئيس وبين سمو الأمير. نعم دكتور مصطفى، إذا ما تحدثنا عن الخطوات الاقتصادية التي تقوم بها مصر في الفترة الحالية، هذه الخطوات المتميزة والتي جعلت تصنيفها يختلف من قبل الجهات المصرفية والائتمانية بشكل كبير، كيف يدعم موقفها اقتصاديا في التعامل مع دول بحجم دولة الكويت؟ الحمد لله احنا يوم بعد يوم بنستقر اقتصاديا اكثر فاكثر، ولولا الظروف الاقتصاديه العالميه حضراتكم تعلموا جيدا ان للاسف التاثيرات العالميه على الاوضاع الاقتصاديه المصريه كانت سبب رئيسي في يعني التحديات اللي ظهرت للاوضاع الاقتصاديه المصريه، وكان اخرها طبعا الحرب اللي موجوده في فلسطين. من يعني هذه الاحداث تاثرت اوضاع السياحه، تاثر طبعا قناه السويس. يمكن ان شاء الله نكون خلال الأيام القادمة هدأت الأمور فتزداد حركة زيادة الاستثمارات تاني في السياحة أو في قناة السويس للعبور. وإن شاء الله خلال الفترة القادمة بنشوف في تباحث كبير جدا ما بين مصر مثلا والاتحاد الأوروبي بزيادة ضخ الاستثمارات، مثل ما وعد الاتحاد الأوروبي بضخ 10 مليار دولار
وطبعا شايفين ان صندوق النقد الدولي بيدعم مصر اقتصاديا على مراحل وخطوات. شفنا ان في استثمار جاي من الامارات ودوله السعوديه، زيارات استثمارات مباشره، كل ده في شتى المجالات اعتقد بترسخ له مصر من خلال تهيئه بنيه قانونيه وبنيه فنيه واقتصاديه. الحمد لله ده السيد الرئيس بيرعاها رعايه كامله. بنشوف ان في تغير في ملامح الاقتصاد، يعني زي ما حضراتكم تعلموا جيدا ان في افساح كبير جدا للقطاع الخاص، فده بيهيئ لبنيه اكثر اقتصاديه. ده في وجهه نظري هو الجاذب والعامل الاساسي لكل المستثمرين واشقائنا من الكويت ان شاء الله. نعم، اخيرا دكتور مصطفى، الى اي مدى هذه الزياره تجسد إذن التوافق بين البلدين على مختلف المستويات والطفره التي حدثت في العلاقات بين الدولتين؟ بكل تاكيد خلينا نقول طالما سمو الامير موجود على ارض مصر وهو شقيقنا واخ فاضل للدوله المصريه، ده بيرسخ لعلاقات يعني منذ عشرات السنين. القيادتين بتتوالى الزيارات ما بين الدولتين، سمو الامير طبعا في الزياره له الاولى تعتبر بمنصبه الجديد، ولكن طبعا ليه العديد من الزيارات السابقه. واعتقد كمان ان فخامه الرئيس السيسي قام بزياره الكويت اكثر من مره. الكويت لها مواقف عده مع الدوله المصريه في مساندتها في الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه. مصر ايضا دائما ما بتكون يعني بتولي اهتمام برعايه اشقائنا في الكويت عن طريق الزيارات المتبادله او فتح استثمارات وزياده احجام التبادل التجاري. كل ده بيعزز الثقه وليه العديد من الأمور ما بين القيادتين وبين الدولتين يا فندم. شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف.